مرحبا من جديد بحلقة جديدة من برنامج مطبخ تعاونيتي. اليوم الوصفة اللي اخترت لكم إياها كتير لذيذة وسهلة، بتنفع فطور وبتنفع سحور، وأسرع منها ما في. شوفوا شو رح نعمل. كنت اليوم بتعاونية الشارقة ولفت انتباهي بصراحة لون الكفتة، حسيتها كتير فريش، فعلى طول خطر عبالي هاي الوصفة. كتير سهلة وكتير سريعة. يلا، الكفتة عندي جاهزة، أخذتها زي ما قلت لكم من التعاونية، بكورها بهالطريقة. بدون أي إضافات، زي ما هي. بعد ما كورت الكفتة بهاي الطريقة، هلأ منبلش نقليها. منحط شوية زيت زيتون على المقلاي، شوية بس لأنه الكفتة لحالها مدهنة وبتنزل زيت. حمي عنا الزيت هلأ، فبنزل الكفتة بالمقلاي بالطريقة، بقلبهم وبدير بالي انه ما يتفزروا معي بهالطريقة. تشويحة خفيفة، الكفتة روحها قصيرة فعلى طول بتستوي. بغطيها شوي، شي دقيقتين بس. بهاي الأثناء بعمل صوص اللبن، حوالي من علبة لعلبتين زبادي، روب، شوية ملح، معلقة صغيرة ملح، خلينا نقول نص معلقة فلفل أسود، ثوم مهروس وليمون، وطحينية ومعلقة خل، وتقريبا نص كاسة مي. ومنحرك المكونات، نخلطهم مع بعض بهالطريقة. نرجع ونشوف الكفتة شو صار فيها، بلشتها تستوي. الكفتة عندي تقريبا استوت، بسقط عليها البطاطا المقلية. الوصفة هاي ليش سريعة؟ لأنه تحضيرها ممكن يكون مسبق وجاهز عندكم مثل البطاطا المقلية. بقلبهم كم تقليبة، كل شي عندي مستوي، على طول بسقط صلصة اللبن والطحينية اللي عملناها. لازم تطبقوها ورح تدعولي، صدقوني رح تدعولي، لأنها سهلة وطيبة كتير. آخر شي خلاص، لأنه أنا عندي كل شي مستوي، بسقط الكزبرة. مين مثلي بعشق الكزبرة؟ أنا بعشق الكزبرة. وصنوبر مقلي، وصحتين وعافية. وبهيك حبايبي بكون خلصت وصفة اليوم، ما أخذت مني 10 دقايق. لو تدقوها رح تعرفوا قدي لذيذة. سؤالي لليوم، شو نوع الطحينية اللي استخدمته بهاي الوصفة؟ فولو تعاونية الشارقة، منشن لخمسة من أصحابكم، طبقوا الوصفة، جاوبوا على السؤال صح، واكتبوا لي إجاباتكم تحت البوست.